السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بقناه هواي الاصفات. اهلا وسهلا فيكم. اليوم ان شاء الله راح نعمل رز بالجمبري. اول شيء خلينا نشرب القهوه وناكل حبه شوكولاته، وطبعا المي ما تنسوها دائما، خلي الغسل المي جنبكم عشان تتذكروا تشربوه، لانها كثير الدنيا شوم. بدنا نعمل هذا الرز الزاكي، كثير طريقته سهله وبسيطه وبحبه انا كثير. ممكن تعملي صياديه مع السمك كمان، يعني تخلي الجمبري جوا الرز وتحطي سمك على الوجه، بس انا حبيت اليوم اعمله بس رز بالجمبري. بلشنا، بدنا نحط زيت قليل مع معلقة سمنة، بخليها شوي ليسخن، بعدين بنحط عليه البصل، بصلتين صغار بس مفرومين ناعم او مبشورين بشر زي ما بتحبي، لانه انا بحب اخلي البصل جوا الرز، ما بحب اصفيه. في ناس بتحب تصفيه، لا انا بحب اني اسفحه واخليه جوات الرز، بكون هيك اطعم. بعد ما شوي يتدبل بدنا نحط 3-4 دروس ثوم مع قرنين فلفل حار، طبعا الفلفل حسب الرغبة اذا بتحب الاكل يكون حار او لا. بدنا نقلب شوي، بعدين بنسيبه قبل ما يعطيني اللون البني. طبعا طريقته زي طريقة الصيادية، يعني ما يعني في اختلاف بسيط. بحرك زي ما انتم شايفين، برش عليه رشة ملح عشان يتدبل بسرعة. رشة ملح بسيطة، مش لأنه مش للأكلة كلها، لا بس عشان البصل يتدبل معي أسرع. هذا اللون اللي أنا بدي إياه، لما يصير لونه زي هيك ببدأ أحط البهارات. حطيت كركم معلقة صغيرة، بهار مشكل معلقة صغيرة أو بهار سمك إذا في عندك، أنا ما عندي حطيت بهار مشكل عادي. نتفت قرفة، ما بنكتر قرفة، على طرف المعلقة، ونتفت فلفل أسود برضو على طرف المعلقة. حطينا نتفت كمون، مش نتفة يعني تقريبا معلقة صغيرة، وحبتين لومي، ونتفت هيل 3-4 حبات هيل مش كتير. إذا بتحب تحطي ورقتين غار برضو حطي، أنا نسيت يعني الصراحة بحط أنا بس نسيت إني أحط. قلبتهم منيح، بدنا نجيب معلقتين رب البندورة اللي هي الصلصة، معلقتين، بنحركهم. ضروري البهار ينحط مع البصل والبندورة، يتسفحوا منيح بالزيت، بعدين بنحط المية السخنة عليهم. أول إشي طبعا هذا إذا بدنا نعمل صيادية، بس عشان بدي أعمل الرز بالجمبري حطيت الجمبري عليهم عشان ياخذ طعم البهار والبصل وهيك، ويعطينا يعني طعم زاكي للجمبري. الجمبري اللي عندي كان نوعية كتير صغيرة، في جمبري أكبر من هيك، ممكن تحطي نص بنص، يعني نص كبير ونص صغير، والموجود عندك برضو بتعملي، بس هو اللي أطيب إنك تحطي نص صغير ونص كبير، بس أنا ما لقيت عندي بالفريزة إلا صغير، فحبيت يعني أسوي لكم إياه نفس الطريقة. إذا في بتحب تجيب الجمبري أكبر برضو بصير. هذا المبكت بكون مجمد، يعني بنباع من محلات أو من السوبر ماركات، بكون مجمد وجاهز. غسلته وحطيت عليه عصرة ليمون وحطيته على التتبيلة زي ما انتم شايفين، بحركه شوي بسيبه ياخذ شوية لون. بعدين بنجيب المي المغلية وبندير عليهم، نضل نحرك فيهم عشان انه كل بهار يفوت بالجمبري. شايفين حبته صغيرة، فرجيكم اياها كيف، بس كتير كتير طيب، يعني بتلاقي في كل لقمة حبة جمبري. درت المي المغلية عليه وبسيبه هسا شوي، مش كتير، تقريبا قد 5-6 دقايق بس تغلي المي، يعني بكون ناقع الرز. رز حبة طويلة، أي نوع رز عندك، بس يبدأ يغلي تغلي المي بدير الرز عليها، الرز المنقوع بصفيه وبديره. في ناس بتحب تغسله غسل الرز برضو بصير، أنا بحب أنقعه بس 5-6 دقايق مش كتير، كمان بغسله مرة مرتين بعدين بحط عليه مي وبخليه قد 5 دقايق بعدين بحطه، والله ساعات بحطه من دون نقع، يعني عادي بغسله مرتين ثلاثة وبحطه برضو بصير، يعني على الجرين بصير. حطيت الرز، طبعا بخلي الطنجرة مكشوفة ما بغطيها الا لما المي تتشرب، يعني يصير مبين عندي الرز، ما
بعدين بغطيها وبوطي الغاز. هيك طريقة الرز يعني، أي رز بدك تعمليه بدك تعمل زي هيك. هيك بعد ما تشرب يعني واستوى تقريبا، شايفين؟ بس نوعية الرز اللي أنا استعملتها أول مرة استعملها الصراحة فما أعجبتني، بس هي طلعت كتير زاكية، بس مش زي الرز اللي أنا بستعمله الحبة الطويلة يعني. هذا كان تجربة وما راح أرجع أعيده الصراحة، مش ما أعجبني يعني، نهائيا ما أعجبني. بس كل اللي في البيت قالوا لي كتير زاكي، بس أنا لا، داري على رز معين فبحب أظني أستعمله. شايفين؟ وهيك خلص أكلة زاكية كتير، طبعا تعمل جنبها سلطة. وهيك خلصنا، وإن شاء الله بتجربوها بتعجبكم، كتير كتير بحبكم، يعطيكم العافية.